واروح كتير اماكن واشوف ناس كتير وما بجيبش سيرة عنك في الكلام. قطعت خلاص معارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام او كلام. واروح كتير اماكن واشوف ناس كتير وما بجيبش سيرة عنك في قطعت خلاص معارفك وكل اللي عارفك ومبقاش في بينا سلام أو كلام. أنا بسيبك الشوارع اللي مشينا فيها عشان أنت مالي ولا بيستفزني في شغل الاستاذ. ايه اللي بيستفزك في شغل الاستاذ؟ اولا كل اغاني الدراما اللي عملها مديان بالنسبه لي هي ماستر بيسز. يعني اغنيه غريب الحب بتاعت رامي صبري، اغنيه معارف انها واحده بتاعت وائل جسار. المفاجاه بقى اللي فاجئها لي في البوم شيرين بالنسبه لي كان لحن عبقري ومفاجئ بالنسبه لي، اللي هي ما زال على البال رهيبه، من الاغاني اللي برضه متكامله. كلام تامر حسين عظيم، الحان مديان اسطوريه، وتوزيع طبعا توما جبارة. غنوه جباره ومن يعني احلى اغاني اللي نزلت السنه. لما سمعت اغنيه مازال لشيرين الجديده الحان مديان، على فكره انا سمعتها في العربيه مع مديان وتامر حسين، وكنا في الساحل ونزلت واحنا مع بعض في العربيه. نزلت واحنا مع بعض في الساحل، ولما سمعتها حجم الاستفزاز اللي كان داخل هذا الكائن المبتسم. هذا الكائن المبتسم، بنشكرك يا مديان، كان في حاجه هتطلع من دماغي.